نشرة المسائية من تلفزيون لبنان، أهلا بكم. مساء الخير. كانت الأيادي ممدودة إلى الأعلى حاملة سعف النخيل وأغصان الزيتون وشموعا تزرف دموعها بصمت، فإذا بيد الإرهاب تنسل بين المؤمنين المحتشدين تحت سقف الكنيسة القبطية لتفجر حقدا غير مفهوم، فتحيل السعف والأغصان نارا ودموع الشموع دما، ولتحيل درب الجلجلة في أرض الكنانة أحمرا قانيا. وما استشهاد ضابط الأمن عماد الركيبي متأبطا الانتحاري أمام الكنيسة إلا تكريسا لهذه الجلجلة الممتدة من مصر إلى كل درب آلام عربية ولا سيما في لبنان. إذن تفجيران إرهابيان تبناهما تنظيم داعش استهدفا كنيستين قبطيتين في طنطا والإسكندرية أثناء أحياء قضاديس أحد الشعانين، وقد نجا من أحدهما البابا توادروس الذي كان يرأس القداس. استهداف الكنيسة القبطية في مصر وإن لم يكن الأول من نوعه، لأنه هذه المرة يأتي قبل حوالي 20 يوما من زيارة الحبر الأعظم البابا فرانسيس لمصر وعشية إحياء كل الطوائف المسيحية مجتمعة عيد الفصح المجيد لهذا العام. أما أحد الشعانين في لبنان فلم يكن أقل دموية من مصر، إذ ظل مخيم عين الحلوي جرحا نازفا مشوها فرح أطفال لبنان وأنوار شموعهم. عدد ضحايا الاشتباكات إلى ارتفاع، والفصائل تشدد على ضرورة إنهاء حالة الإسلامي بلال بدر وتسليمه للقضاء اللبناني. سياسيا تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء غدا التي من المقرر أن تبدأ بدرس ملف قانون الانتخاب، وفيما لم يتضمن جدول عمل الجلسة أي صيغة أو اقتراح محدد، تفيد أوساط متابعة بأنه سيصار إلى تكثيف جلسات مجلس الوزراء في الأيام المقبلة بغية التوصل إلى صيغة يتم التوافق عليها، أخذا بالاعتبار ضيق المهلة الزمنية أمام المعنيين. إذن شعانين مصر ذرفت بدلت دموع دما بفعل يد الإرهاب التي امتدت من جديد إلى الكنيسة القبطية. أسبوع الآلام كان داميا في مصر، حيث هز الإرهاب الكنيسة القبطية فشهد أحد الشعانين مجزرتين، الأولى في كنيسة مارجرجس في طنطا والثانية في الكنيسة المرقسية في حي المنشية في الإسكندرية. ونجا بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الأنبا توادرس الثاني من التفجير الإرهابي الذي تبناه تنظيم داعش بحسب وكالة أعماق. الانفجار وقع أثناء مغادرة الأنبا توادرس الكاتدرائي لتفقد موقع انفجار كنيسة مرججس في طنطا، وقد شدد على أن الأعمال الإرهابية الآثمة لن تنال من وحدة الشعب المصري. عمل إجرامي، الإسلام ليس له ملوش أي دخل باللي حصل ده، لأن المسيحيين والمسلمين كلهم طول عمرهم طول عمرهم إيد واحد. حصيلة تفجير الكنيسة المرقسية في الإسكندرية ارتفع إلى 16 شهيدا وحوالي 33 مصابا بحسب وزارة الصحة المصرية. أما تفجير كنيسة مارجرجس فأسفر عن سقوط 30 شهيدا وحوالي 70 جريحا. وقد نشرت صحيفة اليوم السابع المصرية صورة للمشتبه به في تفجير طنطا بعدما تم إلقاء القبض عليه في محيط الكنيسة. بالتزامن استهدف انفجار آخر مركزا لتدريب الشرطة في طنطا، ما أسفر عن مقتل عنصر في الشرطة. فأعلنت مصر الحداد على ضحاياها 3 أيام، وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أفادت في بيان لها أن انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا حاول اقتحام الكنيسة المرقسية في الإسكندرية، مشيرة إلى أن قوة التأمين تصدت للانتحاري ومنعته من اقتحام الكنيسة، معلنة عن مقتل 3 ضباط من بينهم امرأة وأمين شرطة في التفجير. من جهته كان التلفزيون المصري قد كشف أن انفجار طنطا ناجم عن عبوة شديدة الانفجار وضعت في الصف الأول داخل كنيسة مارجرجس، وأعلن أن القوى الأمنية قد فككت عبوة ثانية في محيط الكنيسة المرقسية في الإسكندرية. هذا وعززت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية من إجراءاتها الأمنية بمحيط الكنائس ودور العبادة تزامنا مع احتفالات الأقباط بصلوات أسبوع الآلام، فتمكنت قوة من الحماية
حماية في مدينة الإسكندرية من تفكيك قنبلة زرعها مجهولون بجوار سور كليات سان مارك وسط المدينة، غير أن الأوضاع الميدانية على الأرض دفعت بعدد من المتظاهرين أمام الكنيسة المرقسية للاشتباك مع القوى الأمنية، وسرعان ما عادت الأوضاع إلى طبيعتها. فأكد رئيس الوزراء المصري ملاحقة كل من تورط في الهجمات بالتخطيط أو التحريض أو التسهيل. وفي أولى الإجراءات الميدانية دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مجلس الدفاع الوطني للانعقاد متابعة للأحداث الإرهابية، كما تمت إقالة مدير أمن الغريبة وعدد من مسؤولي الأمن في طنطا. جالك إنذارات معينة، وقبل كده الكنيسة مستهدفة، قبل كده جالي قال الكنيسة مستهدفة بدل مرة، الكنيسة مستهدفة، وجي كذا مرة نبهوا يا جماعة خدوا بالكم، وينبهنا في الكنيسة ما تقفوش امشي أول بأول. الكنيسة وهم عندهم ما يثبت إن الكنيسة مستهدفة، فين إجراءاتك؟ وفي عيد. التفجير الإرهابي استدعى ردود فعل عربية وأجنبية استنكرت الإرهاب، ومنها الكويت، البحرين، العراق، الأردن، تركيا وإيران، إضافة إلى بريطانيا والسفارة الأمريكية في مصر. كيف كانت صورة الوضع الميداني في مخيم عين الحلوي في الساعات الماضية؟ احتدمت المعارك خلال النهار في مخيم عين الحلوي، حيث سجل قصف عنيف استعملت فيه قذائف 60 ملم و 82 ملم وصواريخ البي7 والبي10، وشبت حرائق في عدد من الأحياء والمنازل في المخيم. وقرابة الثانية انفجرت عبوة بمجموعة تابعة لبلال بدر أثناء تجهيزها، ما أدى إلى سقوط عدد من الإصابات بين قتيل وجريح. بدر كان رد على البيانات الصادرة عن القوة المشتركة وقال: نمهلهم 3 ساعات لإخلاء مواقعهم، وإلا سنشن هجوما مضادا وننقل المعركة إلى شوارع صيدا ونلاحق كل فلسطيني خارج المخيم. في المقابل أعطت الفصائل الفلسطينية فرصة 6 ساعات لمجموعة بلال بدر لتسليم سلاحها للقوة المشتركة. ومنذ بعض الوقت تحدثت معلومات عن إصابة مرافق اللينو ويدعى عبد سليمان في الاشتباكات، ولا تزال تسجل حالات نزوح كثيفة من المخيم إلى مناطق أكثر أمنا. ونتيجة الاشتباكات أيضا أصيب الطفل زاهر خطاب برصاصة طائشة عند مستديرة سراي صيدا نتيجة الاشتباكات. ميدانيا أيضا وصلت قوة إضافية من فوج المغاوير في الجيش اللبناني إلى محيط مخيم عين الحلوي. أمين سر حركة فتح أبو العردات أكد على ضرورة ما وصفه بالحالة الشاذة في مخيم عين الحلوي. القوة المشتركة ردت، دعمتها كل الفصائل الفلسطينية، وبالتالي هذا الرد ما زال قائما وحقق كثير من الإنجازات في انتشار القوة الأمنية في المواقع التي أرادت الانتشار بها، وهي تستكمل مهامها في إطار الصلاحيات الممنوحة لها من القيادة السياسية. وللاطلاع على آخر تطورات مخيم عين الحلوي ننتقل مباشرة أو في اتصال مباشر مع الزميل عبد المولى خالد. عبد المولى، يعني بعد نهار طويل من الاشتباكات في المخيم، كيف أصبحت الحال في هذه الأثناء؟ نعم هبة، أشير بداية إلى أن المدة الزمنية المعطاة للأصول بلال بدر انتهت ما بين الساعة 6:00 و7:00 من مساء اليوم الأحد بتسليم نفسه للقوة الفلسطينية المشتركة حسب ما اتفق عليه خلال اجتماع القيادة الفلسطينية العليا التي أصدرت بيانا بهذا الشأن في اجتماعها في صيدا. ما يفصح في المجال أمام حركة فتح بمواصلة حربها ضد بلال بدر واعتقاله وتسليمه للسلطات اللبنانية، وهذا ما أكده مجددا قائد الأمن الوطني الفلسطيني صبحي أبو عرب لتلفزيون لبنان حين قال أن حركة فتح أحكمت منذ دقائق السيطرة على حي الطير في مخيم عين الحلوي حيث يتواجد بلال بدر وزمرته، مشيرا إلى أن مصيره ما يزال مجهولا، وهناك معلومات أنه أصيب بعدة طلقات وما زلنا نقوم بالبحث عنه لتسليمه للسلطات اللبنانية. ميدانيا هبة، تراجعت حدة الاشتباكات في مخيم عين الحلوي وتسود حالة من الحذر والقلق في عقاب تمرد بلال بدر وعدم تسليم نفسه للقوة الأمنية المشتركة، مقدما جوابا فيه نوع كثير من التمرد، يسمح ويطلب لنفسه بالانسحاب
وبانتشار القوة الفلسطينية المشتركة في كل أرجاء مخيم عين الحلوي. الاشتباكات في مخيم عين الحلوي انحرفت عن مسارها الجغرافي لتطال مناطق لبنانية في صيدا، فسقطت قذائف عشوائية في أحياء مار الياس، حارة صيدا وسيني وحصبة صيدا ومحيط سراي صيدا الحكومي، فأصيب الطفل والرجل بالجروح، كما احترقت 3 سيارات وتضرر مبنى لمدرسة مهنية في صيدا. نعم هبة، شكرا لك عبد المولى على هذه الرسالة، وطبعا نكون معك فور أي جديد. دان رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون الجريمتين الإرهابيتين اللتين استهدفتا كنيسة مار جرجس والكنيسة المرقصية في مصر، وأبرك رئيس عون إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستنكرا ومعزيا بالضحايا الذين سقطوا في التفجيرين ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى. وقال الرئيس عون إن لبنان يقف متضامنا معكم في مواجهة الإرهاب وكل ما يهدف إلى زعزعة أمن بلدكم الشقيق. كذلك أبرك عون إلى بابا الأقباط توادروس الثاني مدينا جريمتي التفجير ومعزيا بالضحايا. علق رئيس مجلس النواب نبيه بري على أحداث مخيم عين الحلوي سائلا: من المستفيد من منع القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة من الانتشار في المخيم بعدما أجمعت كل الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية على دورها في ترسيخ الأمن والاستقرار فيه؟ هل المطلوب إبقاء أكبر مخيمات اللجوء الفلسطيني في لبنان جرحا ينزف دما في غير موقعه ليحجب الرؤية عما يحاك في الغرف السوداء من مشاريع ومخططات ترمي إلى وأد القضية الفلسطينية؟ وأضاف: رهاننا على وعي القيادات الفلسطينية والشعب الفلسطيني وقدرتهم على تفويت الفرصة وإجهاض المحاولات كافة التي تريد إغراق المخيمات الفلسطينية في آتون الاقتتال الداخلي والفتنة التي لا مستفيد منها سوى إسرائيل. ولاحقا أبرق الرئيس بري إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال سيد أحمد وإلى البابا الأنبط بوادروس الثاني منددا بالجرائم الإرهابية التي استهدفت دور العبادة للأقباط المسيحيين المصريين خلال احتفالاتهم بالأعياد. ورأى الرئيس بري أن هذه الجريمة الإرهابية الدموية إنما تستهدف صيغة التعايش في الشرق والنسيج الاجتماعي لشعوبه والاعتدال، ودعا الرئيس بري إلى عمل جماعي عربي ودولي لمكافحة الإرهاب الدموي التهجيري. بدوره توجه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بالتعزية إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والبابا توادروس والشعب المصري بضحايا الهجمة الإرهابية البشعة على الكنيسة القبطية، وكرر القول أن الإرهاب لا دين له، وأكد أن مصر ستنتصر وإرادة العيش الواحد بين أبنائها ستنتصر. من بكركي البطريرك الراعي يدعو في عظة قداس الشاعنين إلى سن قانون انتخاب على قياس الشعب والوطن، ويطالب المسؤولين بوقف الهدر والفساد وباستلهام المحبة والتواضع لخدمة الخير العام. رائسا قداس وزياح أحد الشاعنين في بكركي، البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لفت إلى السيد المسيح ملك السلام والتواضع والمحبة الذي استقبله الأطفال وجموع الشبيبة والأهل بسعف الزيتون والنخل في بداية أسبوع الآلام. في العظة استلهم البطريرك الراعي هذه المعاني داعيا الله إلى حماية أطفالنا وشبابنا، ومطالبا السياسيين بالتصالح مع سياسة خدمة الخير وبسن قانون انتخابي على قياس الشعب والوطن. أي كل الذين يحملون مقدرات البلاد، إننا ندعوهم في الأسبوع المقدس الطالع المفضي إلى المصالحة بين الله والبشر بموت المسيح وقيامته، ندعوهم ليتصالحوا مع الله بالتوبة ويتصالحوا مع واجبهم الذي تمليه عليهم نوعية مسؤوليتهم. ندعوهم
ليتصالحوا مع السياسة التي هي التزام خدمة الخير العام. مصالحتهم مع الشعب تقتضي منهم أساساً احترام هذا الشعب وإخراجه من حالة الفقر التي باتت تتآكل ثلث أبناء شعبنا، وتعزيز كرامته بعطاء قيمة لصوته في الانتخابات النيابية وفي حق المساءلة والمحاسبة بسن قانون جديد للانتخابات النيابية يكون على قياس الشعب والوطن لا على قياس الإقطاع السياسي ومصالح النافذين المعنيين الممعنين في نهج الإقصاء وفرض الذات وخنق الصوت الحر وطعن الديمقراطية. الراعي دعا إلى الصلاة عن نية التوبة لأمراء الحرب في سوريا والعراق واليمن وفلسطين، وليشرق على هذه البلدان المعذبة نور القيامة الذي بدد ظلمات الحروب والحقد والبغض. مطارنة الأبرشيات لدى طوائف المسيحية في بيروت شددوا في قداديس الشاعنين على معاني الخير والتواضع والمحبة، ودعوا المسؤولين إلى إنجاز الملفات المطروحة. دعوة إلى التعايش بين أبناء الوطن الواحد وجهها راعي أبرشية بيروت للموارنة المطران بولس مطر في قداس الشعانين في كاتدرائية مرجرجس الموارنة. نصلي من أجل وطننا ومنطقتنا والعالم بأجل. غدا يجتمعون رؤساؤنا من أجل حل مشكلة عاصية إن شاء الله أن تحل. فنقول لهم أيها اللبنانيون، أيها المسؤولون، أيها الناس، لستم أعداء بعضكم لبعض، ولستم غرباء بعضكم لبعض، ولستم متجاهلون، ولستم أقسام، أنتم أبناء وطن واحد، تعلم أبناء أن يعيشوا معاً. متروبولي بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس عودي طالب المسؤولين باستلهام معاني التواضع والمسؤولية والابتعاد عن الأنانية في خدمة المواطن. عندما نكسر أنانيتنا، نكسر كبرياء الذي فينا، نكسر كبرياءنا أي نقبر الأنا. تنكسر الأنانية والكبرياء، عندئذ حياتنا تستطيع أن تمجد الله حقا. وفي كنيسة الناصرة طريق الشام للروم الكاثوليك، راعي أبرشية الروم الملكيين المطران كيريلوس بستروس رأس قداس أحد الشعانين وزياح. إن شاء الله لبنان بضل محافظ على هالقيم المسيحية، القيم الأخلاقية، ونعترف بأنه نحن عنا ملك، عنا قيم روحية، قيم إلهية. ابن الله أتى من السماء لكي يحول أرضنا إلى سماء، والأرض بتتحول إلى سماء لما بتسود المحبة بين الجميع. وفي كنيسة الكلدان في بعبدة برازيليا رأس المطران جورج قصرجي قداسا وزياحات لأبناء طائفة الكلدان. وفي المناطق احتفالات وقداديس وزياحات في أحد الشعانين. احتفلت الطوائف المسيحية بأحد الشعانين وأقيمت قداديس للمناسبة في الأديرة والكنائس في المناطق، وحمل في خلالها المؤمنون سعف النخل والزيتون والشموع والورود، وأقيم زياح الصليب بعد رتبة تبريك الأغصان. في مدينة طرابلس رأس راعي أبرشية طرابلس المارونية المطران جورج بوشودي القداس والزياح في كنيسة مارمارون، وفي عظته ناشد المعنيين بالعمل الجدي لوضع قانون جديد للانتخابات بأسرع وقت ممكن، وأن يكون عادلا تتمثل فيه كل القوى السياسية، معتبرا أن التمديد غير مقبول، مشددا رفضه للتمديد ولقانون 60. عكار احتفلت بأحد الشعانين، وأقيمت القداديس في مختلف القرى والبلدات العكارية، حيث حمل الأطفال الشموع وأغصان الزيتون وارتدوا الثياب الزاهية اللون منادين بالمحبة والسلام. العظات شددت على الدعاء بأمان لبنان والاستقرار.
وفي بعلبك احتفلت الطوائف المسيحية التي تتبع التقويمين الغربي والشرقي بأحد الشعانين، حيث انطلقت الزياحات من مختلف الكنائس في المدينة والتقت جميعها في ساحة خليل مطران، وحمل الأطفال غصون النخيل والزيتون مرنمين للسلام والمحبة. كذلك كانت الاحتفالات والقضاديس والزياحات في كنائس زحلة وكاتدرائياتها. احتفلت الشوف بالعيد ففي بلدة بريح، وبعد 34 عاما أقيم قداس الشعانين في البلدة بعد استكمال ترميم كنيسة مارجريس. منطقة حاصبية احتفلت بأحد الشعانين وعمد الاحتفالات الكنائس والأديرة التي غصت بالمؤمنين والمصلين. سياسيا، أعرب الوزير رائد خوري عن ثقته بوجود إرادة لدى الجميع من أجل الوصول إلى قانون جديد للانتخابات النيابية، ولفت إلى أن رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون سيضغط في جلسة مجلس الوزراء في بعبدة غدا من أجل الحض والتعجيل لبلورة صيغة القانون. ونشرة مستمرة بعد الفاصل. أحييكم من جديد. أمراض القلب والشرايين هي السبب الأول لوفاة المرأة بعد سن 45. ما هي الأسباب وسبل الوقاية والعلاج؟ تحقيق ريمان ضو. سيدة واحدة من ثلاث مصابات بأمراض القلب والشرايين معرضة للوفاة، فيما سيدة واحدة فقط معرضة للموت بسرطان الثدي من أصل 31 مصابة. هذه الأرقام قد تبدو صادمة للبعض، لكن الدراسات أثبتت أن أمراض القلب والشرايين هي المسبب الأول للوفاة لدى النساء، وهي معلومة حتى النساء أنفسهن يجهلونها. عندك فكرة شو السبب الأساسي للوفاة عند النساء؟ لا والله ما بعرف. لا والله. ولكن ما هي أبرز العوامل التي تجعل المرأة عرضة لهذه الأمراض خصوصا بعد سن 45؟ نلاحظ أن الأمرأة صارت أمرأة عاملة، صارت أنه بتشتغل بالمجتمع مثل الرجل، صار عندها ستريس، هذا كله بولد أنه عندها تصاب أكثر بالنسبة للشرايين التاجية، أمراض القلب والشرايين التاجية. شغلة تانية كمان، في عنا معلومة كتير مهمة أنه الحمل عند الأمرأة، نلاحظ أنه بأيامنا هذه الحالية أنه الأمرأة عم تحمل بعمر متأخر، بينما بأيام زمان نلاحظ أنه كانت الأمرأة تحمل بين 20 و30، هلأ عم نلاحظ بين 30 و40. هذا الواقع وهذه الأرقام تلقفها مركز صحة قلب المرأة يدنا، الذي بدأ منذ العام 2013 وبالتعاون مع وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية بانتهاج الخدمات الصحية الاستباقية عبر تأمين فحوصات دورية وصور شعاعية مع مراعاة الواقع الاجتماعي لكل سيدة. نحن ننتهج بناخذ نعتمد النهج الاستباقي الوقائي. شو يعني استباقي وقائي؟ يعني نحن هون منا مستشفى، لكن منا ديسبانسير صغير، نحن بشكل انه بتجي المرأة لعنا يلي فوق 45 سنة، يعني ما عادت محمية بالهرمونات تبعولها، يلي ما معها مرض القلب او ما بتتشكى من اي مرض بالقلب، بتجي حتى نحن نخفف عدد الوفيات للمرأة، وتاني شيء نشجع المرأة تجي تشوف قلبها. ومع ازدياد حملات التوعية والوقاية، ازداد أعداد النساء اللواتي أولين قلبهن الاهتمام اللازم، وفي عدة مراحل أنقذن حياتهن. 2014 إجينا 613 سيدة، أنا بدي اليوم 4800 سيدة، اليوم نحن أخذنا بال 2016، من هال 4800 سيدة نصهم 47%، يعني حتى نكون دقيقين، كان عندهم شي مشاكل بالقلب. من هال 47% بينا انه في 12 بحالة الخطر. ولأن الوقاية خير من قنطار علاج، نصائح لكل سيدة لحماية قلبها. الالتزام بالنسبة للحياة، أول شيء لايف ستايل موديفيكيشن، تغيير نمط حياة، الالتزام بالنسبة للمأكولات السليمة، القيام بالأعمال الرياضية، تنتبه بالنسبة للرياضة، السمنة أكيد بالنسبة للويت، ويت ريدكشن كتير مهمة، امتناع عن الدخان، الدخان كتير مهم. يبقى أن الكشف المبكر عن أي خطر يهدد القلب واتخاذ الوقاية وبدء العلاج هو السبيل الأفضل لتجنب الوفاة نتيجة أمراض القلب والشرايين. لأنك الأم والأخت والزوجة
ولأنه قلبك بساع الكل حافظي عليه وعملي فحوصات دورية لتحافظي على صحة قلبك وشرايينك. من بيروت ريمان ضو، محمد رحمة، تلفزيون لبنان. كيف تستعد جبيل لموسم صيف 2017 وما هي المعوقات التي تواجه وتعرقل تنشيط الحركة السياحية؟ جبيل عاصمة السياحة العربية للعام 2016، بيبلوس التي ضاقت شوارعها الصيف الماضي بالزوار من مختلف أصقاع الأرض تتحضر هذا العام أيضا لموسم واعد لتحافظ بالتالي على موقعها الأول سياحيا. السنة محضرين حالنا لتكون سنة مماثلة مع تأمل أنه يكون عدد السواح الأجانب والأشقاء العرب مضاعف عن السنوات الماضية. السياحة الداخلية اللي عم نعتمد عليها خلال الخمس سنوات الماضية قدرت حافظت على النمو الاقتصادي داخل مدينة جبيل، قدرنا أقل الإيمان حافظ على الوضع الاقتصادي المقبول من خلال استقطاب أكبر عدد ممكن من اللبنانيين المنتشرين في كافة المناطق اللبنانية بعيدة عن جبيل كانت أو قريبة، قدروا يشجعوا الاقتصاد ويحركوا. هيدا الصيفية إضافة إلى هؤلاء اللبنانيين اللي احنا منتظرين أن يجوا قضوا ويك أندات أو يتعشوا أو يتغدوا أو يعملوا سياحة في ربع مدينة جبيل، متكلين أنه الأشقاء العرب والأجانب يكون لهم محطة أساسية في لبنان وتكون جبيل هي أولى محطتهم اللبنانية. ما هي العوائق التي تقف في وجه النمو السياحي في جبيل بحسب رئيس البلدية زياد حواط؟ يجب دعم السياحة خارج بيروت والاقتصاد خارج بيروت والإنماء المتوازن بيكون خارج بيروت. نحن عندنا قطعة شقفة الأوتوستراد ممتدة من الأبسة وصولا إلى المعملتين، هذه عم تكون مدمرة للاقتصاد خارج بيروت. اليوم إذا شخص لبناني بده يقضي يوم بجبال أو بالبترون أو بأي منطقة سياحية عم بيقضي 4 ساعات من النهار وعلى الطرقات. في جولة في السوق القديم والقلعة الأثرية، حركة الزوار الناشطة رصدتها كاميرا تلفزيون لبنان. جايين من مصر وأول مرة نيجي، بس المكان جميل جدا بصراحة. And I love every second of it. The food, the people, the buildings, the architecture, the history, everything. من وين جايين؟ من دبي. كيف لقيت جبال؟ أحلى حاجة في لبنان. C'est très 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 joli. Très sympa, très ancien, beaucoup de souk. Là, on va visiter le château, on l'a pas encore visité. Puis j'ai adoré en fait le bon, on a commencé à visiter Byblos aujourd'hui, donc on a encore beaucoup à voir. Et le Liban, oui, j'ai adoré, les gens sont très gentils, très accueillants. J'aime bien manger, donc la nourriture est excellente. نحن أكثر عالم مبسوطين بهالقعدة هون، خاصة بالسوق القديم سوق جبال. يعني إنها جبيل التي تنتظر وتستعد بدورها لموسم سياحي واعد، فهل تحافظ على مركزها الأول كعاصمة للسياحة في الدول العربية؟ من جبيل توفيق بالجاني، بيير البيع، تلفزيون لبنان. وصباغ إقليم الخروب الأول انطلق من شحيم بعنوان لا للمخدرات. أكثر من 1300 متسابق من كل الأعمار والفئات شاركوا في سباق الإقليم الأول والذي حمل عنوان أدمن على الركض للمخدرات، الذي نظمه حراك شحيم والأندية الرياضية. وكان قد تجمع المتسابقون صباحا أمام النادي الثقافي الاجتماعي، حيث كانت الانطلاقة بحضور النائب محمد الحجار وفاعلية المنطقة. وقبيل الانطلاق ألقت فرقة الكشاف المسلم النشيد الوطني اللبناني ورفع العلم اللبناني إذانا ببدء السباق الذي قسم إلى 4 فئات عمرية. ومع وصول المشاركين إلى محطة الوصول أمام قصر شحيم الروماني الأثري، أقيم احتفال وزعت خلاله الكؤوس على الفائزين الثلاث الأول من كل فئة. منظم الماراثون نضال شعبان تحدث عن الهدف الأساسي للماراثون، وهو التوعية ضد المخدرات، هذه الآفة البعيدة نسبيا عن منطقة إقليم الخروب. كما تحدث النائب محمد الحجار فأعرب عن سعادته وفخره بهذا السباق، معتبرا أنه سباق هادف في منطقة ترفض آفة المخدرات، وهو ما أثبته الأهالي اليوم خلال هذه التظاهرة الرياضية. جبال لبنان في الربيع لا تزال مكللة ببياض الثلج، رواد الرياضات الثلجية يمارسون هواياتهم. نيلة شهوان.
لا تزال جبال لبنان مكللة بالثلوج في بداية شهر نيسان، فاستمتع اللبنانيون بموسم كامل من الرياضات الثلجية على أنواعها. وكان بحسب المسؤول الإعلامي في بلدية كفر دبيان وليد بعينه موسم ممتاز، حيث أن منصات التزلج لم تخلو من روادها. الحمد لله الموسم بلش بكانون الأول اللي هو الوقت المثالي لإطلاق موسم التزلج، إنما للأسف يعني بلبنان لازم نحن نعمل حملة توعية إنه لما ببلش شوي صغيرة نفوت بأدار نيسان بصير الموت تبع الناس وتفكيرهم بيتوجه نحو البحر، بالرغم من أنه يمكن بعد فينا شهر الموسم يستمر، لأنه السنة كان في كمية ثلج كتير منيحة والحرارة مثل ما عم بتشوف اليوم أنه حرارة متدنية نسبيا، يعني هالشي بيحافظ على الثلج. ونحن كبلدية السنة رح نستغل موسم الصيف لتأهيل الطرقات ونلاقي مواقف أكثر وتنظيم صعود الباصات يلي كانت عم بتشكل كتير عنصر ضاغط علينا بالموسم. ونشطت في هذه الفترة الرحلات المدرسية للتعرف على طبيعة المنطقة الخلابة. حبينا بعد قد ما فينا وننبسط. بس ولا مرة جاي لهون، أول مرة. أنا تاني مرة بهالسنة. بعرف أول مرة. كتير كتير مبسوطين، يعني فرحتهم منا سيعيتهم، وحتى الأهالي الاتصالات اللي عم توصلنا من الأهالي مبسوطين أكتر من أولادهم أنهم إجوا لهون على هيدي المطرحة. هذا ومن المرتقب أن يحمل الأسبوع المقبل برودة ستمكن لبنان من الاستفادة لفترة أطول من الثلج. الثلج لم يغادر قمم كفر دبيان بعد، ففي نيسان لا يزال بإمكاننا التمتع برياضات ثلجية متنوعة، وهو أمر لم نشهده في السنوات الماضية. من كفر دبيان روجي حنا، نيلة شهوان، تلفزيون لبنان. أخبار عربية ودولية بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. بعد أيام على عملية الدهس في ستوكهولم من قبل أوزبكي مطلوب ترحيله، شرطة أوسلو تفجر عبوة تشبه قنبلة وتوقف مشتبها به. نفذت الشرطة النرويجية تفجيرا محكما لعبوة معدة على شكل قنبلة عقب العثور عليها في وسط العاصمة أوسلو، وتم اعتقال مشتبه به على الفور. وذكرت الشرطة أن العبوة قادرة على إحداث دمار محدود، ومنطقة جرونلاند التي عثر فيها على العبوة متعددة الأعراق وتضم مساجد ومطاعم وحانات وهي دائما مزدحمة. وتأتي حادثة أوسلو بعد 3 أيام من حادثة ستوكهولم، حيث نفذ أوزبكي في 39 من عمره عملية دهس في أكبر جادة للمشاة في العاصمة السويدية، ما أسفر عن مقتل 4 وجرح 15 آخرين. وقد توافد سكان العاصمة السويدية إلى سيرغلستورغ، المكان القريب من عملية الدهس بالشاحنة، وضعوا الزهور وكتبوا رسائل وعبارات تحية لأرواح الضحايا والجرحى. في الملف السوري، نيكي هيلي تؤكد العودة إلى مقولة أولوية واشنطن في إزاحة الأسد. في المقابل، الرئيس الإيراني يتصل بالرئيس السوري مدينا الاعتداء الأمريكي بالتوماهوك على سوريا. الدفعة الرابعة من مهجري حي الوعر في حمص وصلت عبر 55 حافلة إلى مخيم زغرة قرب مدينة جرابلس في ريف حلب. وكانت الدفعة الرابعة قد خرجت من حي الوعر المحاصر ظهر السبت، حيث غادرت عشرات الحافلات وسيارات الإسعاف من الحي المحاصر باتجاه جرابلس وريفها. وقد بلغ عدد العائلات التي وصلت نحو 430 عائلة، أي ما يقارب 2000 شخص بينهم 500 مقاتل. ميدانيا، أفاد ناشطون أن طائرات روسية قصفت مناطق في إدلب بقنابل تحتوي على مواد حارقة محرمة دوليا، كما جددت قصفها لمدينة خان شيخون في ريف إدلب. سياسيا، أعلنت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي أن تغيير النظام في سوريا أحد أولويات إدارة الرئيس دونالد ترامب، وقالت في حديث بثته CNN أن أولويات واشنطن هزيمة تنظيم داعش والتخلص من النفوذ الإيراني في سوريا، إضافة إلى إزاحة الأسد. في هذه الأثناء، أجرى الرئيس الإيراني حسن روحاني اتصالا بنظيره السوري بشار الأسد، أعرب خلاله عن إدانته الشديدة لما وصفه بالعدوان الأمريكي السافر على الأراضي السورية. وقد أكد الأسد أن الولايات المتحدة أخفقت في تحقيق هدفها، وهو رفع معنويات العصابات الإرهابية المدعومة من قبلها بعد انتصارات الجيش العربي السوري بحسب تعبيره. الأوضاع في سوريا تناولها أيضا روحاني في اتصال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وفي هذا الإطار، رأت قيادة غرفة العمليات المشتركة التي تضم روسيا وإيران والقوات الرديفة في سوريا أن العدوان الأمريكي هو تجاوز للخطوط الحمر، ومن الآن وصاعدا سنرد بقوة على أي عدوان، كما حذرت من أن روسيا وإيران لن تسمح لأمريكا بالهيمنة على العالم.
وفي مقديشو أعلن الجيش الصومالي الأحد أن 15 شخصا على الأقل قتلوا في انفجار سيارة مفخخة استهدفت مسؤولين بارزين خلال مغادرتهم لقاعدة عسكرية، وتم تدمير حافلة صغيرة تقل مدنيين في هجوم، أعلنت حركة الشباب الصومالية مسؤوليتها عنه. ووقع الهجوم بعد أسبوع من قرار الرئيس محمد عبد الله محمد تغيير قادة الأمن في البلاد، داعيا مقاتلي الشباب إلى تسليم أنفسهم في غضون شهرين مقابل توفير الوظائف والتعليم لهم. مجموعة هجومية للبحرية الأمريكية تتحرك باتجاه شبه الجزيرة الكورية استعدادا لاختيار أو لاختبار بصواريخ باليستية لكوريا الشمالية. أبحرت المجموعة الهجومية كالفينسون التابعة للبحرية الأمريكية باتجاه غرب المحيط الهادئ بالقرب من شبه الجزيرة الكورية وفق ما أعلن مسؤول أمريكي رفيع، وهي شقت طريقها عبر سنغافورة. وتأتي الخطوة الأمريكية مع تزايد المخاوف من برنامج كوريا الشمالية للأسلحة النووية بعدما أجرت الأخيرة اختبارا لصاروخ سكود يعمل بالوقود السائل. وذكر بيان على الأسطول الثالث الأمريكي أن المجموعة التي تضم حاملة طائرات تلقت توجيها للإبحار شمالا عوضا عن التوجه إلى أستراليا. وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت أنها تعتزم اختبار صواريخ باليستية عابرة للقارات في 15 من نيسان الحالي الذي يصادف يوم ميلاد الرئيس المؤسس للبلاد، وهو احتفال سنوي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي كان طلب من نظيره الصيني خلال لقائهما في فلوريدا القيام بالمزيد لكبح البرنامج النووي لبيونغ يانغ، هاتف رئيس وزراء كوريا الجنوبية لعرض التطورات بحسب ما أعلن البيت الأبيض. ومن طوكيو أشاد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بالتزام ترامب القوي بأمن العالم والحلفاء، وذلك في اتصال مع الرئيس الأمريكي هو الثاني خلال 4 أيام. إلى هنا ختام النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.